شاب أمته المؤمنة في مجال الزواج، فقال في حديث في معناه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصر للطرف، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في معناه: يا أيها الذين آمنوا، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على أمر هام من الأمور كان يستغفر الله العظيم. ونحن في صلاة هذه المناسبة الكريمة والأمر الهام نتضرع جميعا إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، فنقول جميعا: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، ونتوب إليه. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا من الذنوب، وعزمنا عزما أكيدا على ألا نعود إلى ما يغضب الله أبدا. وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. اللهم ارزقهما ذرية صالحة. اللهم جنبهما الشيطان. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزواج مبارك إن شاء الله.